صباح الفل معانا كابتن هاني ومدرب محمود وكمان خالو. صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا فندم، صباح الفل، صباح الفل يا استاذ اشرف. مليون مبروك طبعا النجاح المدوي والمشرف اللي بيحققه محمود، وعايزين نعرف منك بقى كواليس صناعه هذا البطل عامله ازاي؟ الله يبارك في حضرتك. والله هو احنا يعني محمود ما شاء الله موهوب من صغره، يعني هو حد ملتزم كويس، ملتزم جدا يعني، وهو طول عمره بيحب الرياضة طبعا عشان البيت عندنا كله الأسرة الرياضية وكده، فكان دايما كان في بار عندنا في البيت وكده، وكان دايما بيتمرن بقى ببار صغير كده، وحتى هو طفل صغير يعني في بار 7 كيلو كده كان عندنا وبيتمرن بيه حاجات بسيطة كده. لقينا ان الموضوع لما كبر بقى شويه بدانا ان لازم نمرنه وكده، فاخويا الكبير عنده مصنع وكده فاشترينا حديد بيشيل المصنع ولا ايه يا فندم؟ نعم بقول لك بيشيل المصنع ولا ايه؟ ما واضح ان السبعة كيلو مش كافيين مع محمود. والله احنا لازم طبعا كنا نخلي بالنا منه لان هو مميز وكده، فهو ما شاء الله حاجه كويسه جدا، فجبنا له حديد وكده واهتمينا بيه لحد ما وصلناه الحمد لله رب العالمين للمنظر ده. ومعانا ولد تاني برضك اسمه عمر ابن اخويا ما شاء الله بطل برضك، ان شاء الله هنقدمه قريب جدا باذن الله ان شاء الله. باذن الله يا كابتن هاني. طيب خليني اروح معاك برضو لفكره هنا الاتحاد وايه اللي بيوفره وايه اللي ما بيوفروش، يعني لو هنتكلم عن مخطط احمال بدني هنتكلم برضو عن مؤهل نفسي للاعبين، يعني خلينا نعرف من حضرتك الصوره كامله لان احنا محتاجين ابطالنا ما يكونش ناقصهم بصراحه اي حاجه، وده دور في الاول وفي الاخر الاتحاد. هو الاتحاد ماشي معانا كويس جدا، وهم بقالهم معاهم هم من 6 شهور كده ولا حاجه هو راح معاهم، والفتره اللي فاتت دي كلها بقى كان معانا احنا وبيتمرن معانا وكده واحنا مواظبين معاه يعني بيتمرن مع حضرتك في المكان اللي احنا شفناه ده، مفيش اماكن تانية لحد هذه اللحظه هو بيتمرن على السطوح برضو؟ لا مش تطوح، ده مصنع وده الارضيه في المصنع، يعني في المصنع ده في الاوضه دي بس هي سؤال برضو، يعني مفيش اماكن برضو بديله؟ ما انا عايزه اشوف لا في اماكن، هو بيلعب المشروع القومي، هو بيلعب المشروع القومي في اماكن، فبيروح بيروح فترات يتمرن هنا وبيجي فترات يتمرن هنا، بس هو فترات كبيره بيتمرن عندنا بحيث ان انا ابقى مركز معاه ويبقى انا واقف قدامه لوحده، بس هو الولد عمر ابن اخويا الثاني فيبقوا في احسن شغل اكتر احسن، يعني ان انا ابقى مركز معاه لوحده. هايل. طيب في نقطة كمان كنا لسه بنتكلم فيها وهي فكرة أولمبياد هنا 2024 في باريس إن شاء الله، ومحمود شاء الله. كان بيقول هو ده الهدف بتاعه الفترة اللي جاية، وأعتقد ده حلمنا كلنا إن ده يحصل، لأن إحنا متأكدين إن هو لو راح إن شاء الله هيرجع بذهبية، بس لازم يبقى في استعدادات من دلوقتي. فخلينا نعرف من حضرتك برضو كمدرب ليه، غير حضرتك خاله كمدرب ليه كابتن هاني، ده إزاي دلوقتي بتجهز له؟ ان شاء الله باذن الله. وطبعا هو دلوقتي يعني هيبقى في المنتخب باذن الله من 1/7 باذن الله، بس احنا نتمنى يعني ان انا ان شاء الله اكمل معاه لحد الاولمبيات عشان اقدر ان هو يوصل الاولمبيات باذن الله، فنتمنى كده ان انا ان شاء الله اتمم معاه لحد يعني اخر يوم في اللعب يعني بالنسبه له ان شاء الله، يعني ان شاء الله يبقى من نجاح لنجاح يعني يا باذن رب الله. يا رب ان شاء الله، وسعداء جدا بالنجاحات دي وسعداء بوجود حضرتك معانا، نورتنا ونشكرك على المكالمه الجميله دي.